يقول إذا فاتتني تكبيرة أو أكثر من الصلاة على الميت فكيف أقضيها؟ تقضيها على صفتها، ما تدركه من التكبيرات هو أولها بالنسبة لك، وما تأتي به بعد الإمام هو الأخير بالنسبة لك، وتأتي بعد كل تكبير بما يشرع بعده، تكبيرها الأولى قراءة الفاتحة، تكبيرها الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكبيرها الثالثة الدعاء للميت، تكبيرها الرابعة السلام. نعم.